وده بالمناسبة بيخلينا نستدعي واحدة من أهم التحديات اللي بتقابلك كأستاذ، هو موضوع الاتندنس من حيث إجراءه من ناحية، ومن حيث ترجمته في سجل الطالب الدراسي من الناحية التانية. وإن كنت أنا شخصيا متحفظ على معنى الحضور بالجسد traditional physical attendance من غير الأكاديميك interactivity يعني التفاعلات الأكاديمية، إلا إن BME يقدر يعمل الاتنين. فلو اتكلمنا عن traditional physical attendance فتقدر توصله عن طريق الديسكشن فورم أو الفيرتشوال كلاس رومز، كمان من خلال تقرير الحضور الأكاديمي الإلكترونيك أتندنس، وده هنقدر نشوفه بالضغط على all logs، فيظهر كل تفاعلات الطالب تفصيليا اللي هتبقى حتى projected على data chart، وكمان موضحة بالوقت والتاريخ والأكشنز على كل المحتوى الأكاديمي. أما المعنى الأعمق للأتندنس هو الاتندنس باي انفولفمنت، وده على الموديل بتاعنا بنقدر نوصل له عن طريق اضافه عدد من الريستريكشنز او الشروط الاكاديميه اللي بيضيفها استاذ الماده على التدريبات عشان يقدر يقيس الاكاديميك بروجرس. فمثلا ما تظهرش التدريبات للطالب الا بعد مشاهده فيديو المحاضره واجابه الاسئله الموضوعه عليه وتحقيق نتيجه معينه، وده اسمه restrictions by grade، او ان التدريبات دي ما تظهرش الا في وقت محدد وده اسمه restriction by date. وكل ده يمكن تحقيقه وتقدر تعمله على كل المحتوى الاكاديمي من الفيديوهات التفاعلية للامتحانات النهائية. وبكده يبقى الـ BME بيوصل مفهوم جديد للأتندنس أكتر تماشيا مع البيئة الأكاديمية اللي كلنا بنحلم بيها.